السلام عليكم، ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهارده يا شباب رجعت لكم بطريقه لشحن شدات بابجي مجانا، وتطبيق بيشحن شدات بابجي مجانا بنقاط قليله جدا. يعني يا شباب معظمكم في الفتره الاخيره طلب مني ان انا اشرح لكم تطبيقات بتشحن بنقاط قليله، ففي فيديو النهارده صاحبي جاب لك تطبيق صادق، والتطبيق ده سهل جدا وهتقدر تشحن منه شدات بدون اي عروض، وكمان عن طريق الاي دي فقط. والتطبيق صديقي بيشحن شدات بنقاط قليله جدا. خلونا على طول كده يا اخواتي نروح على الفيديو، وما تنساش زميلي ان انت تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش تشترك في القناه. واهم حاجه يا اخواتي خلونا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وبس كده يا شباب خلونا على طول نبدا في فيديو النهارده. اول حاجه كده يا شباب زي ما انتم شايفين التطبيق اللي هشرحه لكم في فيديو النهارده بيشحن معانا ابتداء من 30 شده حتى 6000 شده. يعني انت صاحبي تقدر تشحن 600 شده، تقدر تشحن 3000 شده، 6000 شده. وزي ما انت شايف كمان صديق عندك التطبيق بيشحن بنقاط قليله، يعني عندك صاحبي التطبيق بيشحن ابتداء من 30 شده ب 1150 نقطه، وكمان يا شباب عندنا ال 60 شده ب 2200 نقطه، وبعد كده ال 180 شده ب 5200 نقطه، وعندنا كمان 600 شده و 1500 شده و 3000 شده و 6000 شده. طيب يا صاحبي انت ازاي اصلا هتجمع نقاط داخل التطبيق ده، وازاي هتسجل داخل التطبيق، وازاي هتحمل التطبيق؟ هشرح لك دلوقتي حالا يا صديقي. اول حاجه كده يا شباب ده التطبيق اللي هشرحه لكم في فيديو النهارده، ده اسم التطبيق يا صاحبي لو حابب ان انت تحمل التطبيق من اسمه. وكمان اختصار للوقت هكون سيب لك رابط تحميل التطبيق في اول تعليق، والرابط مباشر هتخش كده على التعليقات هتلاقي عندك رابط تحميل التطبيق. اول ما تفتح التطبيق كده يا صديقي، التطبيق لو انت اول مره تخش فيظهر معاك علامه جوجل عشان تسجل يعني داخل التطبيق، فانت بتضغط كده على صوره جوجل او علامه جوجل دي عشان تسجل يعني، وبتسجل باي ايميل جوجل عادي خالص التطبيق بيفتح معاك. بعد ما تسجل بقى صاحبي التطبيق هيفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. خليني اشرح لك ازاي انت تجمع نقاط بطريقه سهله خالص، وزي ما قلت لك طبعا في بدايه الفيديو بدون عروض. وبعد كده صاحبي اقول لك ازاي انت هتشحن الشدات بالنقاط اللي انت جمعتها دي. اول حاجه كده يا صديقي عشان اول ما تخش التطبيق يكون معاك نقاط، فهتنزل كده يعني انت تخش التطبيق هيظهر معاك كده. هتنزل كده صاحبي هتلاقي قدامك العلامه دي، عندك كده اول علامه صديقي اللي فوق خانه الفيسبوك على طول، عندك كده حاجه هنا اللي فوق صديقي علامه الفيسبوك على طول، فدي هتضغط عليها ضغطه واحده تمام. وبعد كده صاحبي هتيجي في المكان ده، المكان اللي فاضي قدامك، وتحط فيها صديقي الكود اللي ظهر قدامك ده. طبعا يا صاحبي انت اول ما تحط الكود هتضغط على كلمه سند اللي جنبها باللغه الانجليزيه دي، وبس كده صاحبي هتاخد 50 نقطه. وزي ما قلت لك كده صديقي يعني انت اول ما تحط الكود اللي قدامك ده تكسب 50 نقطه، ودول طبعا يا صاحبي هيسهلوا عليك جدا في تجميع النقاط ال 50 نقطه اللي انت جمعتهم دول. فزي ما قلت لك صديقي هكون سايب لك ان شاء الله الكود ده في اول تعليق. طيب بقى صديقي خلينا اشرح لك باقي طرق تجميع النقاط. عندك كده صاحبي اول خانه في التطبيق وهي خانه ديلي كوينز، وهنا صاحبي بتضغط عليها ضغطه واحده كده، وهنا طبعا يا صديقي يوميا بتحصل على 15 نقطه. يعني زي ما انت شايف كده صديقي احنا كسبنا 15 نقطه مجرد بس ان احنا ضغطنا على اول خانه اللي هي ديلي كوينز. بتضغط عليها كده صاحبي ضغطه واحده يوميا، يعني اول ما يعدي 24 ساعه كل 24 ساعه صديقي ليك مره واحده تكسب كده 15 نقطه. بتضغط عليها ضغطه واحده بتسمع فيديو كده اعلاني صغير وبتحصل على نقاط. وبعد كده صاحبي عندك تاني خانه، وهنا صاحبي بتشاهد فيديوهات اعلانيه فقط كده وبتحصل على نقاط. يعني انت بس بتشاهد كام فيديو وبتحصل على نقاط من خلال الفيديوهات اللي انت بتشاهدها دي. فبتضغط كده ضغطه واحده على تاني خانه تلقائيا كده الفيديو هيظهر لك، بعد ما تشاهد الفيديو بتكسب عدد من النقاط. بعد كده صديقي بقى عندك هنا خانة السيرفايس اوفرز، وهنا طبعا صديقي بتعمل استبيانات، يعني في المكان ده بتعمل استبيان او استطلاع. وبعد كده صاحب عندك هنا اوفرول، وهنا برضه صديقي بتبدأ ان انت تنفذ عروض، هتلاقي عندك ايت ستوديو، هتلاقي عندك اوفر تورو، هتلاقي عندك اجيم وهكذا صديقي. يعني مثلا كده بتخش على اوفر تورو مثلا، وبتلاقي عندك هنا صديقي ان انت تنفذ عروض وتحصل على نيكوت. هتلاقي عندك صاحبي بعض العروض السهلة، وهتلاقي كمان برضو عندك عروض صعبة. يعني مثلا صاحبي العرض اللي قدامك ده بقولك ان انت هتكمل ليفل 22، بعد كده هتاخد 251 نقطة. فانت طبعا يا صديق تقدر ان انت تعمل العرض وتحصل على نيكوت. مش حابب بقى ان انت تعمل عرض، زي ما قلت لك عندك هنا تسجيل الدخول اليومي، وعندك مشاهدة الفيديوهات، وعندك الخانة اللي هي فوق خانة الفيسبوك على طول دي يا صديقي، اللي زي ما قلت لك هتحط فيها الكود ده،
وبس كده يا صاحبي هتكسب 50 نقطة، ودي طبعا هتسهل عليك. وانا قلت لك ولكن يا صديقي برجع اقول لك عشان برضو تخليك فاكر طرق تجميع النقاط. وعندك برضو صديق اللي انت تجمع نقاط عن طريق لعب الالعاب، هتلاقي عندك هنا كده خانة اسمها بلاي جيمز، الخانة اللي قدامك دي يا صديقي. كل اللي عليك هنا ان انت بتلعب الالعاب، هتلاقي عندك لعبتين هنا كده، بتخش مثلا صاحبي على اي لعبة وتضغط على كلمة بلاي ناو، وبتبدأ بقى ان انت تلعب صاحبي في المكان ده، وزي ما انت شايف بتكسب، بتاخد 5 بوينت، وبعد كده صاحبي ال5 بوينتات اللي انت بتاخدهم دول بتحولهم لكوينزات من المكان اللي قدامك ده. يعني تحت الكوينزات او البوينتات دي في كلمة كده بتضغط عليها وبقول لك هنا ال5000 بوينتس اللي انت هتجمعهم هتحولهم ل60 كوين، والكوينات يعني صديق اللي معانا دلوقتي حاليا يعني 243 كوين. يعني صاحبي هنا انت بتلعب العاب وبتكسب بوينتات، والبوينتات دي بعد كده بتحولها لكوينزات. وعندك كمان يا صديق هنا ان انت تخربش الكارت فقط في المكان ده صاحبي، كل اللي عليك ان انت بتخربش الكروت كده زي ما انت شايف. وعندك هنا بقى صديقي انت هتفتح خانة الخربشة دي كل دقيقة ليك مرة تفتحها. يعني دلوقتي مثلا صاحبي لو انت خربشت ال3 كروت هتستنى 60 ثانية، او يعني صاحبي هتستنى دقيقة، بعد كده هتخش تخربش مرة تانية. وهتلاقي عندك هنا بقى صاحبي ان انت تعمل شير على الفيسبوك، وبقولك ان انت تشير على الفيسبوك وهتكسب كوينزات، ونفس الموضوع على تويتر وعلى الواتساب، وبرضه صديقي زي ما انت شايف كده. يعني يا صاحبي بتعمل شير وبتبدا ان انت تحصل على نيكوت، وزي ما قلت لك كده يعني طرق تجميع النيكوت عندك سهله خالص. تكسب 50 كوينز يا صاحبي زي ما قلت لك من الخانه اللي فوق الفيسبوك عن طريق بس ان انت ايه بتحط كود كده بس. وكمان يا صاحبي بتخربش وبتحصل على نيكوت، بتلعب العاب وتكسب نيكوت، بتشاهد فيديوهات فقط في المكان ده وبتكسب نيكوت، يعني انت بتشاهد فيديو بس وبتحصل على نيكوت. بعد كده صاحبي بتروح على خانه يزد كاش ستور، وهنا بقى صاحبي بتلاقي عندك بابجي نيو ستيت، جواهر فري فاير، شداد بابجي موبايل. احنا طبعا يا شباب عايزين شداد بابجي موبايل. زي ما استعرضت معاك في البدايه صاحبي هتلاقي عندك 30 شده، 60 شده، 180، 600، 1500، يعني زي ما انت شايف كده صاحبي قدامك. فبتبدا عدد النقاط اللي انت جمعته بتحوله لشدات، والافضل يعني يا صاحبي ان انت تشحن 60 شده مش 30 شده. يعني الافضل ان انت تجمع 2200 نقطة عن طريق العروض او بدون اي عروض. يعني انا شرحت لك معظم طرق تجميع النقاط. يعني صديقي كل اللي عليك ان انت تبدأ تجميع نقاط، بعد كده تشحن شدات بالنقاط اللي انت جمعتها. بس كده شباب ده فيديو النهاردة، اتمنى كل فيديو عجبكم. لو مكمل معايا الفيديو لغاية دلوقتي يا زميلي ما تنساش ان انت تكتب لي في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة. وبس كده يا اخواتي اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.